مشاهدينا الكرام مرحب فيكم من جديد بحلقتنا اللي هي تحت عنوان غلطة حكيم طبعا وهي بجزء الثاني. حدا يسمعنا هو برنامج للزميلة داليا أحمد كانت تقدمه قبل عام 2006. أنا ما بنسى عذابي ومعاناتي بالبيت، أنا ضليتني 6 أشهر ما أظهر من بيتي. هذا التشوه في وجه هذه السيدة سببه صاحب مركز أناكوندا علي وهبي. بدي أطلب من نقابة الأطباء تعيين لي لجنة لأنه هذا مش دكتور، هذا سفاح. 10 سنوات مرت على هذه الحالة ولا يزال وهبي يمارس الأسلوب نفسه على مرضاه مبرراً أخطائه الطبية على أنها ابتزاز. الدكتور تبع حضرتك عم بيقول أنه عفواً على العبارات اللي عم بستعملها، بس هيك قال أنه حضرتك كاذبة وأنه حضرتك طلبتي بمصاري. مهم، فأنا حكيت اللي عندي وهو كان دفاعه عن نفسه أنه أنا عم ببتزه. واجهنا وهبي بكلام السيدة التي ادعت عليه لدى الوزارة ونقابة الأطباء إلا أنه أنكرها. أي نقابة نكرت عنك ما بتعرفه؟ أنا قلت الحكيم رائد الطيل هو مريضته وهو اتفق هو إياها وهي دفعته مصاري لإله. مش حضرتك عملها، هي بتقول أنت عملها. هي تيجي بتقول ما إجت لعندي، إجت لعندي على عيادتي اسألها. هي بتقول كانت أنت مع فاتح مع حدا. هي بالنقابة بتقول إنه إجت عند رائد الطيل. أوكي. أنتم على اتصال بالدكتور رائد الطيل. فعرض علي فكرة هالمشروع، فتحنا نحن مع بعضنا على أساس نعمل وراق، صار يماطل بالموضوع وصار بعدين إنه ما تسجلت الشركة وهيك، لقيته إنه مشتري عيادي بوشي في الممرضة وفي سكرتيرة يعني والمريضة هي موجودة وفيكم تسألوها. كنت أنا أول مرة بشوفه للدكتور علي وهبي. هلأ لما أنا شفته فات بده يرسم لي أول شيء، بده يرسم جفن العين شخص يعني أصدقاء مشتركة بينه وبينهم، وقال لي أنه بده يرفع عليك شكوى أنه أنا عم ببتزه وتشهير وقطح وزم. لكن بعيدا من هذا السجال كان لابد أن نسأل وهبي عن اختصاصاته. مركز أناكوندا مرخص من قبل الوزير أبو فاعور. أوكي. على أساس أنه هو طبيب عنده وعامل لقب اختصاصي بالجراحة العامة واختصاصي بجراحة التجميل. عندي دبلوم. كم سنة هو؟ هيدا 3 سنين. 3 سنين وين بلبنان معمول؟ لا مش معمول برا. أي جامعة؟ تفضل صور. بحسب وهبي هو يملك اختصاص تجميل، في حين تؤكد النقابة عدم تسجيله إلا في اختصاص الجراحة العامة. لكن يبقى السؤال، هل فعلا حصل وهبي على شهادة اختصاص من جامعة الصداقة في موسكو؟